السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنزاتي كمداتي حبايب قلباتي. ناس كتير الفترة اللي فاتت كانت بتسأل أسئلة كتير قوي. كتير قوي. طب نجاوب على الأسئلة بقى عشان نخلص بقى ونريح الناس. أنت مذيع أنا. وفنزاتنا اللي بيحبونا وعايزين يعرفوا عننا أخبار كويسة جدا خلال الفترة الجاية جاية ضرب نار. إن شاء الله إن شاء الله هنكون في حتة تانية خالص بإذن الله بيكم. انتوا السبب في اللي بام بام بام. اولا موضوع ترند ان احنا طلع ترند رقم واحد في مصر في قناة النهار كان سببه قول يا استاذة دي حمدي وفاء. كان سببه حمدي وفاء طبعا عشان هم ناس معروفة في اليوتيوب وناس مشهورة في اليوتيوب فطلعوا واحنا طلعنا في تقرير في قناة النهار. لا بس احنا بس نوضح عشان انا قلت ايه سبب ان احنا طلعنا في حلقة حمدي وفاء. السبب اللي احنا طلعنا في حلقة حمدي وفاء ان احنا في الاول خالص ما كناش نعرف ان هم طالعين هم احنا كنا نعرف ان هم في حلقة واحنا في حلقة. هو تعرض عليا ان احنا عايزين ضيفة انا وصايمكم دي عايزة تقولي بسرعة يعني انت تطلع حلقة كاملة وليه بسرعه انا اشرح لهم بالراحه ان احنا نطلع يعني انا ورمضان ويعني هم حلقه واحنا حلقه ما لناش علاقه بس نفس اليوم كان جزئين على جزئين. لا هم ما قالوش كده في الاول هم قالوا ان انت حلقه كامله وبعد كده اتصلوا تاني يوم. طيب عشان يتواصلوا معانا الاول على الانستجرام وبعد كده اتصلوا بينا وبعد كده عايزين يعملوا تقرير في بيتنا. قال لك نعمل تقرير عشان خاطر بنذيعه في هو انت بيحسسني ان انا مش بقول للناس عشان طبعا يشرفوا وينوروا وجم بالفعل ان هم عملوا التقرير معانا بطبيعتنا ما فيش اي حاجه خالص غيرناها خالص. وبعد كده تفاجئنا بعد ما عملوا التقرير ومشيوا تاني يوم ان احنا هنطلع تقريرنا بس هيطلع في حاله حمدي وفاء. طبعا شرف لينا ان احنا نطلع في حاله حمدي وفاء بس زعلنا الهدف ان انتوا في الاول قلتوا لنا ان انتوا هتطلعوا حلقه كامله ورجعتوا قلتوا لنا ان انتوا تقرير انا اعمل حلقه طلعت ترند والحمد لله احنا عرضنا ولان في ناس تقول لك مثلا ده ما فيش مبدا يعني كلام انا اتكلمت في النقطه دي حته ان هم قال لك انت ازاي رفضت وفي الاخر الحلقه اتذاعت وقلت لا كويس انا سكت الهدف لاني كنت همضي مع شركه والشركه قالت لي ما تتكلمش وكبر دماغك انا طلعت ترند والحمد لله كويس مش مهم. الحاجه الثانيه السؤال الثاني فريده بنتي ايه سبب ظهورها مع السبكي في صوره عشان بتعمل معاه فيلم فريده بنتي بتعمل فيلم مع السبكي جديد بس طلع ايه مش كتير قوي طلع فشل او مشاهدين ثلاثه مع السبكي وده طبعا الحمد لله يعتبر برده خطوه كويسه ان فريده وهي لسه صغيره تطلع في فيلم. مين كمان من ممثلين في الفيلم؟ مصطفى خاطر ودينا الشربيني والاستاذه دينا طالعه معاهم في الفيلم ومش بس كده طالعه معاهم في الفيلم زيزو ابني برده طالع معاهم في الفيلم ومش بس كده ده تالا بنت طالعه في مسلسل. العيال كلها انتشرت في المجال تالا الصغيره دي طالعه لسه بقى انت رمضان لسه انا واحده واحده بس انا ايه المجال مش عاجبه قوي فمن بعيد لبعيد كده. طيب السؤال اللي بعد كده في ناس سالته بتقول لك انتوا ايه علاقتكم بالبنت اللي هي عملت الفيديو ما تيجي نشوف الفيديو الاول. بنت عملت فيديو من الاردن بتقول ان هي مستنيانا فيه عشان هي اكيد سمعت خبر ان احنا جايين الاردن. شوف الفيديو ونرجع. هدولي بابا فرحان عشان العيله الفرفوشه بدهم يجوا على الاردن. كتير عشان هتصور مع اولادهم انبسط معاهم كتير بحبهم. يلا ماشي قولي لهم مبروك العقد الجديد. مبروك العقد الجديد للاردن. انت فرحانه كتير لما عرفتي؟ اديكوا شفت الفيديو وشفت البنت قالت ايه. تعليق يا استاذه دينا على الفيديو. انا بحبها قوي 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 قوي. دي طبعا يعني عايز اقول دي عشق البنت دي عشق من فيروز. واحنا لا اسمها هاديه لا هي انا فيروز. انا بقولها انت فيروز. البنت دي من واحنا عندنا 900 مشترك تخيلوا هي بتدعمنا من واحنا عندنا 900 مشترك في اليوتيوب بنوته صغننه وهي بتدعمنا فانا بحبها جدا وبحب اهلها وشرف ليا طبعا ان طبعًا. هي بتقول الكلام دوت ليه لان في شركه من الاردن تعاقدت معانا وقررت ان هي ايه سفرنا الاردن بس احنا ما انهيناش التعاقد لسه لان في شروط وبنود بنقراها. طيب ايه الاسئله الثانيه يا استاذه دينا؟ ما انت قلت كده ست اسئله كل الاسئله لا سته دول سته ايه هم السته؟ فريده وتالا وزيزو ومصطفى خاطر واحمد السبكي وقناه النهار وبتاع البنوته وشقه المهندسين مالها. الاستاذه دينا يا جماعه جبتها شقه في المهندسين هبقى افرجكم عليها وعامله ازاي شارع السودان. وفي الاخر بعد ما قلت لها شقه واشتريتها لك وفرحتها بيها طلعت في الاخر مش شقه وصدمتها الصدمه من قوتها وانا بقول لها ان الشقه مش بتاعتنا راحت هي مفاجاني كمان انا حامل
بخبر ان هي حامل واحنا عندنا طفله لسه ما تمتش التسع شهور. دي حقيقه. فربنا يدعونا. هي الخبر يعني مفرح وفي نفس الوقت في ضرر على دينا. فاحنا لسه بنشوف مع الدكتوره ايه الحل اللي هيحصل وربنا يتمها على خير. ربنا يقدم اللي في الخير باذن الله. واللي دينا اكيد ربنا رايده لها هو اللي هيكون خير واحنا راضيين بكل قدر وبكل نصيب ربنا رايده لنا. المهم ان احنا عايزين نقول حاجه مهمه جدا ليكم انتوا ان الفتره الجايه احنا هنعمل حاجه بروفيشنال وشغل عالي جدا. يا رب تدعمونا اكتر واكتر لان احنا بيكم حاجه ومن غيركم ولا حاجه اقسم بالله. انتوا اللي وصلتونا ل 50 75 الف وانتوا اللي بفضلكم وصلنا ان احنا نصور في قناه النهار وكمان طلعنا في صدى البلد وانتوا اللي وصلتونا لحاجات كتير وخليتوا دينا 125 و 128 الف على انستجرام وخليتوني انا في التيك توك وانا ودينا معديين ال 2 مليون وكمان حساب دينا موثق في التيك توك. فليك فينا شرفا ان انتوا كنتوا في ظهرنا في الفتره اللي فاتت دي كلها. فعشان كده بنقول لكم ان احنا بنحبكم وانا بشكر كل يعني كل البلاد اللي بتتابعنا من كل حته. السعوديه، الكويت، الاردن، بيجي لي رسائل من السودان ومن يعني صديقي السوداني بيقول لي والله الناس عندنا كده المنصوره كل محافظات مصر اسوان الاقصر كله 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 شرم الشيخ كل الناس بتحبها كل الناس في دماغنا واحنا والله العظيم بيكم فعلا حاجه ولتاني مره. وبعدين بس انا عايزه افهم بس ان فنزاتي حبيبتي كرفايتي نقطه بس معانا انا احنا زينا زي اي بني ادمين في الدنيا بنمشي في الشارع اقسم بالله الناس بتمشي في الشارع تقول ايه ده هو انت هنا؟ والله العظيم انا يعني مامتي ساكنه هنا خالتي ساكنه هنا انا حد عادي جدا وبنركب ونروح ونيجي زي اي حد بنركب مواصلات عادي والدنيا حلوه وبيس وبنزل اشتري طماطم وهي بتروح تشتري خضار وبناكل عادي وبحط بنتي كده على رقبتي كده عادي عادي احنا بنت بلد قوي عشان تبقوا عارفين اللي انا عايز اقول لكم ان احنا منكم والله احنا منكم ناس بسيطه جدا وان شاء الله ان شاء الله النجاح اللي جاي لو ربنا نجحني اكتر واكتر في المجال ده ربنا يقدرنا بس برضو نوصل نوصل بس رساله بس الناس لناس معينه كده ان في ناس بتيجي على الانستا ارجوكي ساعديني ارجوكي ساعديني والله العظيم احنا لسه في البدايه وبنقول مفيش حد اقسم بالله اول ما اقف على رجلي مفيش حد هيقول لي على مساعده ان شاء الله مفيش حد في الدنيا هيبقى معاه حاجه ويستخسرها في اي بني ادم وهو بيحب ان هو يساعد وخصوصا ان انت طبعك بذره الخير بس. مش اكتر من كده. يومكم جميل وكنتوا مع فنزاتي الفرفوشه طلباتي ادعوا لي يا ربي يا امي بالف سلامه. دينا يا جماعه دخلت مثلت مشهد او مشهدين في الفيلم الجديد بتاع مصطفى خاطر مصطفى خاطر من الناس وهي كان عندها استعداد تمثل بصراحه مع يعني مع محمد رمضان او مصطفى خاطر من الناس اللي لسه كنت بقول رمضان من الناس المحترمه جدا 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 مسك زيزو قعد يهزر معاه وقعد يضحك معاه وينكشه ودينا الشربيني كميه السكر والعسل بامانه والله العظيم. عايزين نقول لكم ان الانسان لو ملوش وبيومي فؤاد بيومي فؤاد تخ 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 عايز اقول لكم ان دينا والله العظيم ربنا يكرمها يا رب احنا والله العظيم ثلاثه يا جماعه اقسم بالله العظيم احنا ناس عاديين جدا. وحاجه ثانيه عشان اقول لكم اللي ما عندوش مبدا وتخلى عن حاجه من مبداه ممكن يخسر حاجات كتير في حياته لكن احنا عشان عندنا مبدا وماشيين واحده واحده ومش دي حقيقه فربنا كرمنا يعني احنا في 75000 سبسكرايب على اليوتيوب اقسم بالله من موبايل مكسور وبصور من عده تليفون ومشينا واحده واحده لو هو بنزق بعضينا واحده لحد ان شاء الله ما ربنا يكرمنا. لو احنا ما عندناش مبدا يعني معلش سوري في الكلمه ما هوش بايفون مثلا وهوش مثلا بكاميرا ديجيتال ولا لا 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 احنا ما انا قلت لكم احنا ربنا وعايز اقول نقطه على فكره مش عايز اقولها بس حبيت اقولها دلوقتي ان في ناس كتير في اليوتيوب ويوتيوبرز يعني ناس معروفه قوي في اليوتيوب خدوا مني الكلمه دي والله 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 وحياه ولادي بقولها بيحاربوني عشان ما اوصلش وكل لما يجي يحصل حاجه ما بيني وما بينهم يحاولوا يتجنبوني او يزقوني المهم وصل كاني سبحان الله هاخد مكانه مفيش حد هقعد في مكانه كاني هاخد رزقه ما تفهمش ناس بتحاربني في اليوتيوب عشان ما اوصلش ما اعرفش عشان احنا مثلا دمنا خفيف طبعا احنا ناس طبيعيين هم شايفين ان هم بيصطنعوا حاجه فهم مش عايزين حد طبيعي يجي ياخد مكانه يا ابني احنا قابل ما فيش مننا لا لا الا انت سبحانك ان كنت مظلمين كل واحد ليه رزقه وربنا كاتبه انت مش هتلاقي حد زي انت شفته ده سكرتي. اكيد ربنا كرمه لك كرمك بقول لكم ايه انا قررت اسمي رمضان سكري رمضان السكري ماشي يا حرم رمضان السكري ماشي انا عاجبني طب انتوا قولوا رمضان السكري ولا رمضان بسرة احسن لا سكري طب لو رمضان السكري اعملوا لايك ولو رمضان بسرة اعملوا كده اعملوا سبسكرايب لكم جميل وبحبكم احلى ناس في الدنيا والله العظيم وعلى راسي واستنوا الجديد واحلى جديد هتشوفوه
مع بيت العيلة الفرفوش على يوتيوب. باي باي. باي باي.